نشوف اخر التحدي مع ثعلب والعلمي ونشوف كل واحد هيعمل اللي ايه. اللي جاوب الاول يا فندم. اللي جاوب الاول. اللي جاوب صح. اللي جاوب صح. اللي جاوب الاول. ماشي. مين ماشي. اكتر فريق حقق تعادلات في الموسم إيه الحالي؟ إيه؟ إيه؟ مين اكتر فريق حقق تعادلات السنه دي في الدوري الانجليزي؟ وولفرهامبتون. برافو عليك. انت ليه السرعه دي؟ غلط طبعا. غلط غلط طبعا. غلط. طب اديني اختيارات بس. اختيارات ايه؟ ما فيش اختيارات. هو انت قول اختيارات انت. استنى بس يا جماعه نفكر بس اكتر فريق حقق تعادلات. طب ادي اختيارات يا كابتن سيف بس. ادي اي ثلاث فرق والنص يا عم تسيبه يا عم مش هتعرف دافع كويس. طيب هي الفرقه اتعادلت 12 مره. ليفربول. برافو عليك. لا اصل ليفربول اتعادلت جونشات كتير في النص. لا والله اتعادلت جونشات كتير في الاخر. طب ادي كده ثلاث اختيارات واحنا هنختار يا سيف. شيفيلد يونايتد. ما تقول يا عم شيفيلد يونايتد. ايه تاني؟ انا هديك ثلاث حلول. أيوة حلو كده هديك ثلاث حلول. قول ثلاثه إيه؟ مش واحد قول الثلاثه لو فيهم واحد صح ماشي. انا اقول ثلاث حلول. اه حلو كده يا عم قول ثلاث فرق. اكتر فرق بيرنلي. تمام ادي واحده. ها استنى افتكر يا عم تقول لنا عيد اللي انت. طب انت ثلاثه واحنا نختار الطبيعي ان انت تقول لنا ثلاثه واحنا نختار منهم واحد. كلها فرق وحشه. انا هديك ثلاث فرق في الدوري الممتاز. بيرنلي قلت لك. استون فيلا. اي استون فيلا. برافو عليك. إجابة غلط. ايه تاني دي؟ ما اعرفش يا عم تقول الاجابه. قول الاجابه عادي. برايتون 12 مره. برايتون. والله كنت اقول. طب مين بعديها؟ لا استون فيلا. انا استون فيلا كان في الدور الاول. يا عم بص تعبتني والله. كنت اقول برايتون برضه في البرنامج. اقول له كده يعمل لي ازاي؟ اه ده لعيب كبير جدا جدا. ايوه اسمه ايه؟ قال لي انت جبت جول في تونس مين؟ نسيت. اقول له جبت في تونس مين؟ يقول لي اه لا. اقول له اسم الراجل الفقره كده. يقول لي شوبير. لا جون كبير جدا جدا. طب يلا. طيب عمال اتوه عشان افتكر الاسم. مش عارف اجيب شكله. مين الفريق الوحيد اللي ما خسرش في اخر خمس مباريات في الدوري الانجليزي؟ الفريق الوحيد ما خسرش اخر خمس جولات في الدوري الانجليزي. كلهم خسروا. ما تديني يا عم دايما بص اي سؤال. يا عم مانشستر يونايتد. لا يا عم خسروا من قريب. برافو عليك. صح. ليدز. ها؟ لا ليدز. لا ليدز خسر. انت ليه دفعت وقلت له لا يا عم؟ والله مانشستر يونايتد. انا مش قصدي بعد ليه دفعت عشان ليه مانشستر يونايتد. والله مانشستر يونايتد خسر قريب يا ابني. لا 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 هو جاب صح. ايوه صح. لا انت عرفتها منين بقى ان هي كده؟ يعني هي مانشستر يونايتد. ايوه يعني ايه يعني متابع ام الدوري. بس برافو عليك والله متابع جاي. يعني مانك. ها غلط غلط يا صح 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 ماشي 2-0 1-0 واحد 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 هو 1-0 بس جاب حاجه. اه 1-0 ماشي يلا اخر واحد. مفيش يا عم انت مستعجل ليه بس؟ جه سؤالين. يلا. لا لا اسف. لا انت امكانياتك واحد تالت مش انا كسبان اكتر من سؤالين. اف انا جبت واحد وهو واحد كنا هيتعادل. انت ما جبتش حاجه. ايوه اف دي مفيش. لا ماشي يلا شوفكم على خير ان شاء الله. طيبين يا جماعه انهي الحلقه. طيب كل سنه طيبين. نشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده مع العالمي والثعلب في ستارز اوف فانتسي.